ثالثا ثلاث نظر في العلاج لي روميد. لي روميد لانت دو كاتيجوري سناف الف نسمايا سنت التدابير الوقائيه قرنك الوقايه خير من العلاج يا هكا اكين نطبق حذري مانيش اي خير باش ثالث ضرر باسكو مثلا شاض سير دواوين سير الوقت ما تحلو حوايج الكونفاليسونس الى اخره الحذر يزوار الدوان غيزوار العلاج الف التدابير الوقائيه با التدابير العلاجيه الف التدابير الوقائيه واحد اتصي قلان ادفتر كان باختصار واحد الاختيار الحسن سكوا سام زوارو سورتو لي سيليباتير وجويجار اختير سيتورا اختير شيور شيور باش وثوقع ضارة وتحصل ضارة وثوحل ضارة براي ند الأحاديث دي مش راح يدرس نيعدان تنكح المرأة لأربع كذا وكذا بعد المدي فضفر بذات الدين تربة يداك وكذا التدين إثم مثلا ماشي التدين الظاهري اتنسيون إذا ستسمي دين إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ستدير ماشي كان سيطوال يتظل كان يصلي ورفع صباته دغا هلا أرنيس وخلقه هل طر التدين تاعه صحيح نغ تدين مغشوش وريفنا راه في الصح اتونسيون صف دري ثمث ثيم سلاقي عن طريق التحري عن طريق البحث على الاقل خدمه شو من زمراض واش قرغال خدم لونكات ني 20 سنه خدمه شو من زمر ربك ايون ان درت زمير ضري الله ربي سبحانه اكايون الور دقيت نقصيت مثل الاختيار الحسن والسن اثنين التزود بمعارف في الحياه الزوجيه ذا جيث مثلا يلقى امذان ذيك الشيء سوى المعارف وكاد ولا الجزائر نغيث مثلا الا انت الجنس ويا تسعى المقارن مراكز دي سونتر سعى الدورات التكوينيه ادفك ترى مثال الور فرا وكذا جوج لو كان هذاك الشيخ رشيد النغاشيني بون في مود جويي شهر جويي اكون نخدم دوره التكوين ذاك ديال الجامع وقال لك بغينا نجوج دوره نتاع يومين ثلاث ايام ذاك داخل الجامع اتسلم الثقافه الشرعيه لقوين يعني الزواج تخصهم ثقافة وسقرا كين يستغلي صون الشريعة أنا ماجستير مي تخصه تجور خطر التجربة والسيضرة تحواج دورة التكوين الثقافة الشرعية أما كيفاش تعمل مع زوجتك خاصة في السنوات الأولى نغندي المقدمة لسان كوين بزورة يضرب ديفورساتاس أما مش تمطوثيك مع الوالدينك أما مش إلى تصل أمور تحواجت أنت فقيوم يقارن ثقافة وتسعود التجارب الناجحة أتسينض بلك لو كان يثمر ثاكينا وا امشي خما دور التكوين ذي العيب من داني نخدم دورات تكوين لمده شهر او اكثر ساعة مراكز دي سونتر لانديك سي دي بسيكولوج دي سيسيولوج دي مختار الشرعيين علماء وكذا حوايج دي استشاره كونسلتاسيون تليفون ديريكت تكوين مراكز متخصصه ميم ديفورس يغار ينقص سي ستاتيستيك تي قادري دي هضرن يغال ديفورس ينقص خطر تداوين لهلاكات نسن إنا يا كارقات مطوط إلا قصن في كلا كولتور عوين قبل ذك الشمن زواج أما فات جوج البلكة ترويناك الدمارين كان الدمارين خطأ سي فورسا حواج ومقارن تدابير الوقائية ذاك الاستفادة باريزومب أنغر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة الزوجينس نحواج يسامحي تعاش تداوينيس أثنى الله يبارك ولا من الأساتذة والمشايخ والعلماء ذي التلفزيونات ما شاء الله ترى لاني مسنوني هدر ذي المواضيع عاقي مواضيع متخصص يعني مواضيع بدقة بتفاصيل أنو غال حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة الزوجية أنسيه وباش نقتديو به حياة الصحابة حياة التابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أنو غال الحياة ثلاثة متوثة اسميس زوجة الحطاب نبي عليه الصلاة والسلام إني ساتكش من الجنة سيرة يون يروح هذه الزدم يزقي تسودي صغار وكذا نبي عليه الصلاه والسلام يصفر حيت سلجنف سي تان بليزير يا اكي صفرح نبي عليه الصلاه والسلام سلجنف قبل تمفض ماشي غايه من بعد اسمي سقسان الصحابه نبي عليه الصلاه والسلام في كاس السر الى اسلام طوثاكي ما يروح وكازي يروح هذه يخدم يروح هذه يخدم اديو غير ثم ديث بالك السمك تقابل طوثا ارغازيس انت راس كامل ذي الميزيريا سورتو ساكي أكنا دفع سوق خمسي لكاج أذلت لي بروبليم الغلا أسير الجري صباح الخير السلام عليكم ودي تسرارة أتكم أصير الشيني أتوح سافور قون كيف كيف ذي الكار كيف كيف ذي الخدمة كيف كيف ديريكتور شيف سيرفيس أس كامل وكي ما دخل ماذا شو مرض غاثر ويختار سيل حضر وايض
مي دوغال تمديث أكت قافل سلم قافلة ونقرزارة ويقيم كتقافل أد تيماجيني أمشي لذي الزقي إزغال بعد اسده جمان اسمضان إل محنا إل عثاب تتعذب وقي حاجة خطيرة صعبة جدا باش الإنسان يتقمص هذه الشخصية أما كد مشتضيون ذي المحنا أتسمحين تقوم كانيس أم بعد في أصلاة والسلام يصفر حياتي نس مبروك عليك الجنة فقي مثلا غير الحياتي نس القاضي شريح معروف معروف ذي السياسة الشرعية ذي القضاء في الإسلام القاضي شريح شريح يغثمطو ثسني ستثيون القضاء من تسميس القاضي الإمام الشعبي إنس يضرم مثل الله في كونجي قاليني إنس 20 سنة سقسمي جوجات مطوثيو جامي رفيق في اللاس جامي يضروا يريدس المشكلة صوفوا باس الكتير ظلمن إنس وقد كنت لها ظالما إنس يضرامي يفكيسد إنس لبرمي جور نغسا مدى أن ديماري كان شرع القرآن أو السنة ذني ثني إذ لا رفيرون سنة ربي ذنفي يزمر المخلف أن سوء المشاكل ولكن غلا ربي ذنفي خطر ما إلا تصوذ ربي ذنفي ألمي أبرياس قاس أتوالي تثيكي ظلمي سيدة مدام قال الله تعالى أكثيني أهوا سيطر وطار أشحال يقف ظلم الشيني جامد من قال الله تعالى ألمي أدوس قاس وباسيك ظلمي ثم كثيرا قال الله تعالى ألور صفي لازم دور بتدريبه من البداية ذا شو سينا نيسنك من البداية نغاسة مدام إنس أرقل القرآن والسنة نسيد المرجعنا في السنة إنس أتزر ذا شو حملها ذا شو شرحها ذا شو حملها شو شرحها إلى آخره المهم سقسني يعني فن الحياة زوجين سن أغفل ساس إصحان ثرية مثل أن نروح مباشرة البان الوقت الثاني لحا الحلول العلاجية للمشكلات القائمة ألور إيوان ما إلا قبل ذي يهلك يا عسي مانيس لا بس يحذر مانيس إما إلا غلمي يهلك ذاكي لقد روح الطبيب لقد يذوي لقد روح السبيطار ذاكي أطس الحلول قلان أطس منها تحكيم شرع الله وغال ربي شو ديننا ربينا دي صورة النساء الآية 65 فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بعض الناس كي قال آياجية تطبق كان في الحكم حكم ثقافة المعوجة كل حاجة ربطها بالحاكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون يا أخي الآياجي عامة علاش نخصوها نعم الحكم داخلين في هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الكافرون الفاسقون زيد الآياجي فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما ما لا يضروا ورفان يروا أن كونفلي يروا يرقس مطوث أذو غان رشرع ربي شو دهنا مورزين رسقسين وقاذي سنا أذو غان رشيخ أروني سنا سنا كيهضو ربي يضرى كذا وكذا مشيد الحليس أيوة فقيت أمزواره ثيسنث استحضار التوجيهات الشرعية والنبوية باستمرار شو المعنى سيدي روبير معالم في الطريق مثلا ربي مي قهضر يرقازن غنفي صلى الله عليه وسلم مديني وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أي إنك يا ربي سبحانه وتعالى ون عاشرهم بالمعروف سوين إلهان ما تشرها الطنت ما شمت تشرها ضست فروضا لا يون واس يساد يون عمر بخطاب إن يا سيا عمر في غاد فروغي ثمطوثيو يرنا تساعد دريا إن يا سايغر إن يا لا أحبها شرهخت سيدنا عمر إن يا سوالي كان في وشولين ولي كان يخمن إن يا أكل البيوت بنيت على الحب أكو خمنا كيف فلان في المحبة إن يا سوى أين المودة وأين الرحمة وأين أتيد اسمي ثاي سلي فالور ثياب إقلاق طفنت يعني ثواشوت باش وتهدو يرى ربي ما ياش ذاغ الآية اللي شو عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إزماتي ثمتوثيك ثوعر ولكن أتبروتيجا خاميش أكي قرني مسناوان إنك بقدر ما ثمتوثيك ثوعر شوية كني بقدر ما أكي تحفظ خاميش أكثر
الملك أكثر الرويك أكثر وهكذا وهكذا. لكن قال الشيخ حمد الله يحمد الله يرحمه ينواس في المحاضرة إن يكتم طوثي وعرم سمنا سمدن القارس القارس يكتم طوثي وذي القارس نسينا كيف تسافر ربي إن يكتم القارس أرنو يشوين سكورة سوغال الجو جو لهان غلا النبي عليه الصلاة والسلام إناد واستوصوا بالنساء خيرا إناد رفقا بالقوارير تصل أحاديث إناد خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إن إيش خياركم خياركم لنسائهم يعني تصل أحاديث إذا هضرن في سمسلتين أدنغل أحاديث إذا هضرن ثلاوين ذا شو دنان مثلا إناد مدين ربي سبحانه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ثم الطوث ذو اللبس بمذان برجازيس تصرى ولقرت فضح لقد صر ينادى ربي سبحانه لتسكنوا إليها ما شي مديك شمور قاستام ديث أذيه جيمانيسا كيستيونير ألور الحديث يناد أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة أثام الطوث إذوان أرقازيس يرضى في الناس يعني يرضى في الناس ورقازيس بيان سورة ضوء ربي ماشي كان درقاس وحداس النبي عليه الصلاة والسلام إن ياس دخلت الجنة يعني صفرحي تيدس الجنة. الحديث وايض يناد لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها حديث صحيح رواه الإمام ابن ماجة ولا قال أكثر العرب مثل نظام الدم خدم كان أكثرين ماضي كقال القرآن نقوم الليل تدلك المزايدات المزايدات باسم القرآن وباسم الصلاة أكم يهضر بمضان أم كل حاجة قم كانيس يناد الحديث وايض العلماء قالوا فيه إقوالا ولكن كان العلماء اللي صحوه منهم الشيخ الألباني رحمه الله يناد لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لك ضمر غيو نذي سجدي ويضم بغير سيدي ربي أضمر ثمطوث باش تسجد يورجازي ماشي سجود العبادة لا سجود لقدر لاحترام على كل حال النصوص تصيق الله أكتفي بهذا.